هو الإيمان يرسم لي حياتي، به يسمو فتشرق أمنياتي. أنا كالغيث تعشقني دروبي، صفات الغيث تشبهها صفاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الإيمان والحياة الجزء الرابع. يسر تلفاز السلام في موسم رمضان الجليل أن يقدم هذا البرنامج للعام الرابع على التوالي، وهو برنامج رمضاني فيه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والعبرة الهادفة، آملين من الله تبارك وتعالى أن ينال هذا البرنامج إعجابكم واستحسانكم، وأن يكون البرنامج إيجابيا هادفا مفيدا إن شاء الله. الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج بعنوان كيف نستقبل رمضان؟ سؤال وجيه هام كبير يحتاج منا إلى تفكر وتدبر، وإلى عمل وإيجابية وعطاء في شهر الخير والعطايا والإيجابية والنماء والنقاء. هذا الشهر الكبير وهذا الموسم الجليل هو إحدى نفحات ربنا تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى له نفحات تأتينا نفحة تلو نفحة، تذكرنا كلما جهلنا، وتنبهنا كلما غفلنا، وتقوينا على عزائم الخير كلما ضعفنا. إنها مواسم للخيرات يتيحها الله تبارك وتعالى لعباده ليتزودوا منها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به يسمو فتشرق أمنياتي. هذا الشهر العظيم له كثير من الفضائل، ومن فضائله أنه شهر القرآن، فقد قال ربنا تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وله كثير من الإيجابيات أيضا، منها أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتغل فيه مردة الشياطين. في هذا الشهر العظيم كان الهدي النبوي يحرص على الاجتهاد والعبادة والعطاء، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذا الشهر ما لا يجتهد في غيره من الشهور، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وفي بداية هذا الشهر وإذا رؤي الهلال فيحسن بالمسلم أن يدعو بالدعاء المأثور: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وأيضا لابد أن يعقد العزم على اغتنام أوقاته واغتنام لحظاته ودقائقه، وعلى المسلم في هذا الشهر أن يحرص على العلم والفقه في أحكام الصيام وجزئياته ومسائله، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذا الشهر لا بد للإنسان المسلم أن يعلن التوبة الصادقة النصوح في بداية هذا الشهر، وعلى المسلم أن يتخلص من الأحقاد والضغائن والكراهية، وأن يحرص تماما على سلامة الصدر وعلى الأخوة والعلاقات الطيبة، وأن يحرص على التواصل الهادف البناء. إنه شهر التوبة والعتق من النار، فما أحرانا وأجدرنا أن نستغل أوقاته بالنافع المفيد. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تقبل الله صيامكم وقيامكم، والسلام عليكم. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به يسمو فتشرق أمنياتي. أنا كالغيث
تعشقني دروبي صفات الغيث تشبهها صفاتي.